جاءت هذه الورشات تتمية لعمليات إصلاح وتأسيس لخلايا تفكير تعمل على النهوض بقطاع الثقافة والارتقاء به. هذه الورشة تعمل على التأسيس إلى سوق فن أو لسوق فن حقيقية بالجزائر، تعمل على مساعدة الفنان الجزائري خاصة المحور الأساسي الذي هو الفنون التشكيلية التي تعتبر المحرك أو القاطرة الأساسية لتحريك سوق الفن. هي مشاكل أنه لا يمارس فنه أو إبداعه في ظروف ملائمة وفي بيئة تجعله وتمكنه من أن يوفق بين الجانب الاجتماعي والجانب الإبداعي. هذا شيء معروف لدى الجميع، وهذه النظرة أو هذا التشريح كان من خلال الفاعلين أنفسهم ومن خلال الممارسين أنفسهم، وهو لا يخفى أيضا على حتى على الإداريين وعلى السياسيين. نحاول من خلال هذه اللجنة أن نسوغ مقترحات تصورات تعمل على هذا الجانب، وتعمل على التوفيق بين الجانب الاجتماعي للفنان والمهني والجانب الإبداعي له. فالبطاقة ليست مجرد أنها تكون بطاقة يعني من ورق أو لا، هي عبارة عن ستاتو، يعني عبارة عن قانون أساسي يحدد هذا الفنان من خلال هذه البطاقة البسيطة، إلى غاية إجراءات أخرى مثل التغطية الاجتماعية اللي هي الآن موجودة الآن. فقط هناك قطاع واسع من الفنانين ليس لديهم العلم بأن هناك يعني يستطيع أنه يقوم بالتغطية الاجتماعية، يقوم بتقديم الاشتراكات مع الضمان الاجتماعي. نحن نفكر في ورشة الفنون وسوق الفن على أن يكون مكتب خاص على مستوى وزارة الثقافة الذي يتكفل بكل الإجراءات مثلا الإدارية والقانونية للفنانين. نقترح طريقة جديدة من خلال اللجنة أن تكون يعني تحفيزات وإدراج من خلال إصلاح المنظومة الجبائية، تحفيزات حقيقية تقدم وتكون مدرجة قانونا تقدم. ننخرط كوزارة الثقافة والفنون، ننخرط كلجنة الفنون وسوق الفن في هذا المسعى، ونحاول أن نقدم اقتراحات جبائية من شأنها أن تحلحل حالة الركود بالنسبة للسوق الفنية. على سبيل المثال ليس الحصر بتحفيزات أو إدراج تحفيزات أو إعطاء مقترحات لضريبة جديدة توجه إلى المقتنيات، إلى التحف الفنية، إلى اللوحات الفنية، اتفاقيات إطار ما بين عدة وزارات وعدة مؤسسات عمومية من أجل تثمين عملية اقتناء اللوحات الفنية للفنانين. وهنا تكون يعني عملية فوترة بالمقابل من طرف الفنان الذي من خلال فوترته لهذه الأعمال وبيعها يقدم أيضا نسبة معينة من الرسوم أو من الضريبة، وهنا تكون الحلقة يعني مكتملة وتذر بفائدة في الاقتصاد الوطني، ونصل إلى تحقيق التنمية المستدامة للثقافة. اللجنة وضعت كمخطط عمل قصير المدى ينتهي مع نهاية إن شاء الله شهر سبتمبر على أكثر تقدير، يكون في نهاية شهر أوت هذا الحالي الانتهاء من المسودة الأولية، المسودة الأولية للمقترحات والتصورات التي فيما بعد ستوجه إلى مختلف الحساسيات من فاعلين، أشخاص فنانين تشكيليين وموسيقيين، وكذا نخبة مثقفين، وكذا أكاديميين، وكذا مجتمع مدني، يعني جمعيات فاعلة وناشطة في مجال الفنون والفنون التشكيلية والموسيقى، لإبداء آرائهم لتساغ المسودة النهائية التي تقدم
مع نهاية شهر سبتمبر على أكثر تقدير إن شاء الله بحول الله، وترفع إلى السيدة وزيرة الثقافة والفنون.